افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان أنجرة للتراث. هذا المهرجان الذي يأتي في إطار الاستمرارية، الدورة الثالثة طبعا تأتي بعد توقف لمدة سنوات بسبب ظروف خارجة عن إرادة المهرجان، ولكن إن شاء الله هذا يعكس الرغبة والإرادة لأعضاء المكتب الإداري في الاستمرارية في هذا المهرجان، من أجل أولا التعريف بالمنطقة وترويج المنتوجات المجالية وتشجيع السياحة. مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث غادي تنظم الدورة ديالها الثالثة طيلتها ابتداء من هذا اليوم واليومين المقبلين. الإخوان ديال المؤسسة اختاروا شعار من هذه الدورة هو أنجرة قاطرة للتنمية المستدامة، وحنا كنعتبروا في المؤسسة ديالنا هذا المهرجان هي كتجي في إطار التسويق الترابي ديال الجماعة ديال أنجرة، وهذا كنعتبروا وهذا من شأنه غادي يرفعنا أو لا يدفعنا التنمية. وفعالية ديال هذا المهرجان كتمتد طيلة ثلاثة أيام. أولا هذا يوم اعتزاز وافتخار بالنسبة لجامعة أنجرة حول المهرجان النسخة ديالو الثالثة. وكما كتعرفوا أنجرة معروفة عبر التاريخ بالصورة ديالها، فلهذا كنظن هذا واحد النوع ديال التسويق، واحد الانتاج ديال جامعه انجره عبر الصعيد الوطني، باش اللي ما كيعرفش انجره يرجع يولي يعرف انجره. المساهمه حنا ما نقولوش المساهمه تكون ماديه، المساهمه ديالنا لا مادي ومعنوي، وحنا تقريبا الجامعه بين المؤسسين لهذا المهرجان هذا اللي كيعيش هذه النسخه ديالو الثالثه. المهرجان كيعطي لنا بزاف ديال الانتاج، يعني عندنا المنتوج ديالنا كنبغيو نبينوه للناس في اي الاسواق. تبارك الله على البنات، بدينا بالمنديل ما شاء الله، راه تبارك الله شنو خرجوا من هذا المنتوج، يعني كل شيء موجود. كنمشيو الاسواق، هذا المهرجان مزيان بزاف باش يخرجنا من المحل ديالنا، نخرجوا الاسواق نبيعوا المنتوج ديالنا، وان شاء الله يا ربي الله يوفقنا. معكم امهر صنيعه في اقليم فحص انجره، والانجريه حره ابن على جد، وصناعية من عود ابن على جد. انا الوالدين ديالي صناعيه، الاجداد ديالي صناعيه ولله الحمد. انا بغيت هاد الصنعه بعد اولا ما تنقرضش، وبالنسبه لهذا المهرجان اللي جابونا بان هذا المهرجان، وكنشكر جميع القنوات والصاهرين على هذا المهرجان، بان هذا المهرجان كيهمنا بزاف. كنشكر لاله ايمان من عجيبه، جزاها الله خيرا، الله يبارك ليها في العمر ديالها ووليداتها ويرزق ربي في الصحه والسلامه. اللي نضمن هذا المهرجان بان على حسب كاينين الصناع في هذه المنطقة أنجرة، بأن أنجرة راه تبارك الله سبعه القبائل، يعني كاين اللي ما كيعرفوش ما كيتع عنده صنعة وما عارف ما يدير بها، مش فهمتوا؟ ما عنده ما يعيش وما عنده ما يعطي لولادو، ولكن عنده صنايعي وما عارف ما يدير بها. تقول لها تخدم بها السوق ما كاينش اللي كيعطيه بأن يعطيه ثمن أو لا يعطي أهمية لهذيك الصنعة، ولكن الصنعة بأن اليوم بأن كما كتعرفوا بأن الصنعة ديالنا تراث، راه تراث وعنده واحد الأهمية كبيرة. هذا المهرجان بالضبط او المعرض راه بان الانسان كيتعرف وكيعرض فيه المنتوجات ديالو وكيزيد به القدام، يعني الانسان كيتطور بان المعارض، بان كيشوف الناس، كيشوفوا الناس، كيتعرفوا على صنع الناس، يعني ناس جداد، ويقدر بان يعطيهم هذا المهرجان بانه بصفه مهرجان ومعرض، يعطي هذو الناس واحد ابتكار اشنو غادي يعملوا بان بهذا المنتوج ديالهم، وشنو غادي يديروا مستقبلا. مهرجان فحص انجره كيعني لي انا كنظهروا الصنعه ديالنا للناس،
وكنجمعوا تبارك الله من جميع المناطق كنجمعوا تبارك الله تشورا، ومهم كل شيء كيتجمع وكنظهروا الصنعه ديالنا صناعه تقليديه.